سي طارق عمارة، ربما سؤال في علاقة ب 25 جويلية، لأنه برشا ناس استبشرت خير من 25 جويلية. هل صار تغير على المستوى الاقتصادي 25 جويلية؟ شكرا أنيس. هو مبدئيا الانتباه اللي صار بعد 25 جويلية مباشرة، الناس الكل كانت تتوقع تغيير في المنوال الاقتصادي على غرار التغيير السياسي اللي صار. اللي صار حتى لتو بعد 5 شهور من 25 جويلية يدل أنه لم يحصل أي تغيير في المنهج الاقتصادي التونسي. نفس الطريقة 6 شهور كافين مش نبدلوا المنوال الاقتصادي التونسي؟ لا لا لا، هو الحقيقة عندك حق، مش كافين، أما الإشارات الأولى لا تدل أن هناك نية للتغيير. هو شوي 6 شهور وحتى سنوات للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد أو تغيير المنوال يأخذ سنوات، أما المؤشرات الأولى تدل على أننا نذهب في نفس التوجهات الاقتصادية، بل بالعكس اليوم كنشوف المؤشرات الأولى متاع ميزانية العام المقبل نطرح برشا تساؤلات. إلى أين ذاهبة تونس؟ هل هناك تغيير حقيقي؟ أعتقد الحاجة إلى التدين زادت، التضخم باش يزيد، النمو الاقتصادي باش يكون معناتها ضعيف ما يسمحش باش يخلق الثروة، العجز في الميزانية باش يتراجع بشكل طفيف من 8.3 تقريبا 7.6، ما فماش تغيير على مستوى أساسات الكبرى. الحقيقة التغيير ياخذ وقت، مازلنا ما بديناش نشوفه فيه، يبدو أن سنواصل في نفس السياسات اللي مشينا عليها. السياسات شنية؟ رفع الضريبة مباشرة. أنا فما حاجة ما فهمتهاش نيس، إنه الحكام اللي حكموا في تونس بعد الثورة همهم الوحيد يحسبوا كما نقولوا إحنا كما العطارة، معناتها اليوم ما نفكروا كيفاش نوفروا. تحية للعطارة، تحية للعطارة بالطبعا. طبعا طبعا طارق يقصد أنه واحد مع واحد يساوي 2 وشادة كراسة معناها. أي إكزاكتومون، معناتها هذا وقال قال فضل عبد الكافي كل عام في المجلس طبعا هذا المقصود. قال ولينا 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 البيدجي بتاعنا ما نحسبوا فيه كما حساب معناها إكزاكتومون، معناتها هذا المقصود طبعا أنيس. أنك اليوم تشوف في الميزانية وقانون المالية تشوف فيه مجرد أرقام، كيف ستعب الميزانية كيفاش باش توفر الموارد للميزانية، مش هيك تصير الأمور. اليوم مقابل مقابل ماذا؟ أنك ترفع الأداءات على المواطنين، ترفع الأداءات، ترفع في الأسواق في الأسعار عديد المواد باش يصير تضخم، الدعم في المحروقات اتجاه لي هم يقولوا يحبوه الكلمة هذه اللغة الخشبية ترشيد الدعم، لخفض الدعم، الاتجاه لخفض الدعم في المحروقات. دونك هذا شنو باش يعطي بالنهايه؟ باش يعطي ارتفاع نسبه التضخم اللي باش يكون في حدود 7% تقديرات، ممكن باش يكون اكثر من هك. وين نشوفه في تغيير السياسات؟ ما فماش حتى مؤشر لتغيير السياسات، سوى اليوم فما حتى اجراءات، حتى الشركات المصدره عندهم مشكل اليوم. سسبنسيون دو تي في ا بالنسبه للسوسيتي دو كوميرس انترناسيونال، صحيح. ما معناتها اليوم حاجه غريبه حقيقه، معناها الدوله عملت من تصدير اولويه من الاولويات محرك النمو وتجي من بعد تطلب من شركات التجاره الدوليه انها تقدم التي في ا وبعد تقعد تجري على ريستيتيوسيون دو تي في ا وشوف الفيسك يرجع لهم ولا ما يرجع لهمش. معناها سي انكرويابل لانكويرونس اللي موجوده بين 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 الاجراءات. شنو نحبوا نعملوا اكزاكتومون؟ ما فماش فكره يعني مش فكرة واضحة وين نحبوا نمشيوا. الفكرة إنها نجمعوا المال لسد العجز في الميزانية، هذه الفكرة الرئيسية. نظرة محاسبية بشكل مبالغ فيه، ما نعرفوش شنو نعمل. فماش فكرة، هل هذا تشجيع الاستثمار؟ هذا دفع على التصدير اللي هو المحرك الرئيسي للنمو؟ معناتها اليوم قاعدين ندوروا في نفس الحلقة المفرغة. أنا نفهم إنه فما لي كونترانت إنك الدولة، لكن اليوم فما مشكل أكبر من هذا أنيس. منين باش تجيب التمويلات الخارجية؟ نحكي على 23 مليار دينار، رقم غير مسبوق في تاريخ تونس. منين باش تجيبه إذا أنت ما عندكش اتفاق مع صندوق النقد؟ ويبدو أنه ذلك ما زال صعب، رغم أنه المحافظ قال نتوقعه في الربع الأول من العام الجديد. إذا أنت ما عندكش حتى اتفاق ثنائي، لا الاتفاق مع صندوق، سمحني طارق، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي باش يجيب لك 12 مليار، مش باش يجيب لك 23. معناها لهنا هو أنيس والحدود البنكية التونسية، معناها على البنوك التونسية زاد كيف كيف. إذا كان توصل اتفاق مع صندوق النقد
باش يسمح لك باش يسيبوا الاخرين. الولايات المتحده الامريكيه تنجم تعطي ضمان قرض، اوروبا، البنك الافريقي للتنميه، دول الخليج، دول الخليج الكل. معناتها اليوم حتى المعاملات الثنائيه ما تنجمش تصير الا بعد اتفاق مع صندوق النقد، وانا استبعد جدا ان يتم الاتفاق التوصل لاتفاق العام المقبل لسبب بسيط. صندوق النقد عنده زوز مطالب سياسيه. احنا في 2022 تاريخ راهو تو، مش في العام المقبل، في العام هذا. اكزاكتومون في العام هذا تاريخ ما يحبش يخلي 2021 على ما يبدو. اكزاكتومون في العام هذا. دونك اعتقد انه فما حاجتين، صندوق النقد صعب التوصل لاتفاق معاه لسبب اقتصادي وسبب سياسي. اعتقد انه الامور بدات تتحلحل سياسيا، شافوا خريطه الطريق وفما بلوز وموا ترحيب بخريطه الطريق، لكن المقرضين ايضا ما زالوا يطالبون بوضوح حول الخطوات اللي باش تكون حول الاجنده. ما همش معناتها اليوم كي نقولوا صندوق النقد، المقرضين وراهم الولايات المتحده الامريكيه، وراهم دول الكبرى كما المانيا وكما الاتحاد الاوروبي. دونك اليوم ما زالت الامور مش واضحه سياسيا واقتصاديا. وفاء بن محمد، نحب نمشي معك في موضوع ربما نقعد في 25 جويليا. برشا ناس استبشرت خير في 25 جويليا وقالوا يا سيد رئيس يحكي على ليكونومي دورونت. ليكونومي دورونت هذه الاقتصاد الريعي اللي اساسا قائم على القوانين. ربما ما برشا عباد ما تعرفش انه الاقتصاد الريعي قائم على القوانين، هي قوانين دوله. طبعا. اليوم كنا نتصور انه من اولويات نتاع حكومه نجلاء بودن ورئاسه الجمهورية أنه الذهاب قدما في محاربة الاقتصاد الريعي. اليوم يبدو أنه ما شفناش حتى رخصة نحات، ما شفناش حتى كي تشارج ربما معناها تبدل، ما شفناش فتح المبادرة للاستثمار. بالناهيك أنه اليوم هناك شيطنة حتى لرأس المال معناها الوطني. نحكي على رجال الأعمال، نحكي على رجال الأعمال، منيش نحكي على رجال الأعمال، نحكي على رجال الأعمال، الناس اللي قاعدة تخدم وناس اللي قاعدة تستثمر. يقول لك أنا ماذا بيا تحلي المرشي هذاك، وماذا بيا تنحيلي الرخصة هذية باش النجم نستثمر، وماذا بيا وعندي ربما قابلية باش نستثمر. هذا ما صارش في 2021 خاصة من جويليا الى معناها 31 ديسمبر، خاصة وانه ضمان معناها اليد كانت عند رئيس الجمهورية اساسا باش ينجم يغير حتى بجارة قلم معناها هالقوانين هالبالية هذه، القوانين اللي قاعدة تعطل في الاستثمار. بالفعل هي بقيت الحقيقة شعارات، هذا هو المؤسف. أني كسمعنا معناها إبان الحراك متاع 25 جويلية، هذه الشعارات الكبرى التي استبشرت لها معناها الأوساط التونسية الكل بجميع فئاتها، اللي هو باش يقضيوا على الاقتصاد الريعي، باش يضربوا المحتكرين، اللي خاصة هالاحتكار في القطاعات اللي بقات حكر فقط على عائلات بعينها. لكن للأسف مشيت شهر الأول الثاني الثالث بقات كلها شعارات، وهذاك اللي أثر على مصداقية هل الشعارات هذه أثر عليها. علاش؟ خاطر ما عملوا حتى قرارات على أرض الواقع، فقط هي مجرد كلام، وكأنه بالرئيس الجمهورية يحب يضرب الفساد. أكيد يحب يضرب الفساد، أما ما يضربش الاقتصاد، خاطر الفساد معناتها في مجال وحده، ولازم قرارات ولازم ترسانة من الإجراءات الفعلية اللي تدعم على أرض الواقع، مش أنت تضرب لي الاقتصاد. علاش نضرب الاقتصاد؟ نضرب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اللي بالحق اليوم نحكي على 13% من النسيج المؤسساتي تم إغلاقه، معنى أغلقت هذه المؤسسات، معنى رقم كبير برشا. نحكي على 70,000 شركة، 70,000 شركة اليوم تسكر، معناتها يتحط فيها المفتاح لعباد، معناها عائلات تولي معناها بالآلاف العائلات بلاش مورد رزق. فقط الكلام ما يجيبش نتيجة، معناها اقتصاد الرأي تحب تضربه أضربه بالصحيح، وخلي كل معناتها إجراءات على حدة. الفساد ما ندخلوش الفساد في، وهذا اللي صاير توا في الاقتصاد. علاش؟ هو معناتها يمر بفترة معناتها دقيقة وضح رجل العباد كلها يديها مكتفة بالحق، متنجم تعمل حتى خطوة إلى الأمام بسبب هل الشعارات هذية، وهل كل شيء معناها نحطوه في نفس الخانة نفس السلة متاع الفساد، محاربة الفساد. لا، المحاربة الفساد هذاك شيء وحده، لكن ما تأثريش على الاقتصاد، ما تأثريش على المسارات الاقتصادية اللي تمشي بطبيعتها، ولا ظلينا مين إذا كان فما بالحق إجراءات ردعية وإجراءات معناها باش تنظم هالنوع الاقتصاد هذا اللي محتكر لسنوات. معناها علاش ليه؟ معناتها اللي ظهر لي هما بيتهم حتى المعنيين بالأمر معنا مرحبين بالفكرة. وبالنسبة لرجال الأعمال بالفعل احنا نفقدوا معناها طبقة
بغض النظر على معناتها السلبيات نتاعهم بما يخص الاحتكار، بما يخص مثلا الهامش الربح اللي يحققوا فيه. معناتها انت يكون معناتها اعمل نظام جبائي ونظام معناتها اقتصادي خاص يحقق العداله الجبائيه للكل، مستويات الكل، وباش يكون هو ظهر لي في معناتها في الـ يكون هو باش يواكب هالاجراءات هذه من غير شيطنا، خاطر احنا مستحقينهم تو للاسف. معنا شئنا ام ابينا احنا رجال الاعمال والاقتصاديين هذوما الفاعلين مستحقينهم حتى ما عندناش استثمار خارجي. شنو تحب تعمل؟ ما عندناش استثمار اجنبي يحتاج استثمار داخلي ومتضربش راس المال الوطني وما نضربوش. معناتها مش وقته. انا نتصور ان تكون مؤجله العمليه نتاع الاصلاح هذه تكون مهمه برشا الفكره نتاع